خلينا قبل ما نقول اخبارنا معانا الزميل فاروق صلاح متواجد في استاد القاهره، كان بيتابع تدريبات نادي المريخ وكان بيتابع كمان المؤتمر الصحفي. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، مساء الخير عليك يا سهام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلمنا مساء الخير عليك فاروق، وانا عارفه انت من صباحيه ربنا. افتح النهارده كنت بقول له يعني بفتح ما شاء الله عليك كل البرامج، فاروق صلاح حصري بيتابع اهم الكواليس والاخبار عن قرب. كلمني عن المريخ السوداني، احنا عارفين ان المباراه دي كان المفروض تتلعب على الاهلي والسلام، اتنقلت لاستاد القاهره، قربنا اكتر من اللي انت شفته يا فاروق. يعني لو هنتكلم يا سام على تفاصيل اليوم من البدايه، في لفته طيبه جدا لقت استحسان الجميع، حرس مجلس يعني عضو مجلس اداره نادي المريخ السوداني الاستاذ عمر محمد عبد الله والكابتن انس نصر الدين مدير الكره على توجيه التهنئه للنادي الاهلي وتكريم النادي الاهلي بحصوله على الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه على هامش الاجتماع الفني اللي من خلاله تم تحديد الزي الرسمي للنادي الاهلي اللي هيظهر بيه في اللقاء، هيكون بالزي الاحمر بينما فريق المريخ السوداني هيظهر بيه الزي الاصفر. تبادل الدروع ويعني اشادوا بالنادي الاهلي وفوزوا بالميداليه البرونزيه، وقالوا ان فوز للنادي الاهلي مش انجاز للكره المصريه، ده انجاز للكره العربيه وللقاره الافريقيه، واتمنوا للنادي الاهلي التوفيق. وقالوا 90 دقيقه يعني هتنتهي وهيكون في 90 دقيقه هناك في السودان هيكون ايضا نفس المعامله وحسن استقبال واستضافه النادي الاهلي. ثم عقب الاجتماع الفني كان المران والتدريب الخاص بفريق النادي الاهلي. قبل المران مستر بيتسو موسيماني كان اجتمع مع اللاعبين، ويعني اجتماع استمر لاكثر من ساعه. مستر بيتسو موسيماني اشتغل على العامل النفسي وازاي يجدد الدوافع للاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعود منتشيا بالميداليه البرونزيه، عندنا دوافع جديده، عندنا بطوله جديده احنا مطالبين بيها. انطلق المران، عايز اقول ملامح وجوه لاعبي النادي الاهلي، مش يعني ما تقولش ان ده الفريق اللي لسه متوج بالميداليه البرونزيه. اللعيبه عندها حاله من الشغف، عندها حاله من الجديه من التركيز، ان احنا تكون بدايه موفقه. البدايه طبعا بتفرق، لعيبه مركزه ان شاء الله انها تكون بدايه موفقه في دور المجموعات والتحقيق النتيجه ايجابيه على المريخ السوداني في المباراه الاولى. مستر بيتسو موسيماني طبعا اعلن القائمه اللي بتضم 20 لاعب لهذا اللقاء، بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بدري بنون وياسر ابراهيم وسعد سمير ورامي ربيعه، احمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود وحيد، حمدي فتحي والسلية وأليو ديانج وأكرم توفيق، محمود كربا ومحمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، مروان محسن ومحمد شريف وولتر بواليا. ثم يعني توجه لاعبي النادي الأهلي للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء. مستر بيتسو موسيماني بقى توجه للمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، كان المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني وأيضا للكابتن نصر الدين النبي المدير الفني للمريخ. مستر بيتسو موسيماني اتكلم على المباراة واتكلم على أهميتها وعلى تجديد الدوافع للاعبين، وقال احنا جايين من تحدي كبير، كنا يعني بنواجه فرق قوية وعرفنا يعني مستوانا مع الفرق الكبيرة، وانا جاي انا عارف ان انا هواجه ضغط مباريات، هيبقى عندي تلاحم ماتشات سواء في الدوري سواء في افريقيا سواء في كأس مصر. احد الصحفيين سأل مستر بيتسو موسيماني وقال له منذ ايام قليله مدرب نادي الزمالك كان اتكلم على مواجهه النادي الاهلي وقال اتمنى مواجهه النادي الاهلي في المباراه النهائيه. مستر بيتسو موسيماني راجل واقعي، قال ما ينفعش ابص لمرحله ثانيه وانا ما خلصتش المرحله الاولى، انا تركيزي حاليا في مباراه المريخ السوداني وان انا اتصدر مجموعتي ثم ابدا بعد كده افكر في المباريات القادمه. انا احب اخد كل مرحله بوقتها وما اتكلمش على الحاجات اللي فيما بعد. ده واقعية مستر بيتسو موسيماني وأيضا النادي الأهلي. على الجانب الآخر مستر نصر الدين النبي المدير الفني لفريق المريخ، طبعا ده كان تولى المهمة منذ 10 أيام، يعني بقى له 10 أيام بيتولى المهمة لفريق المريخ السوداني. قال أنا مش هقول إن القرعة ظلمتني في إن أنا أواجه النادي الأهلي، أنا برتبط بذكريات سعيدة في مصر وسعيد إن أنا موجود في مصر، وسعادتي الأكبر إن أنا هواجه النادي الأهلي. دايما مواجهة الفريق الكبير بتدي لك دوافع كبيرة، بتدي لك طموح كبير. أنا بهني طبعا النادي الأهلي لفوزه بالميدالية البرونزية، وكنت يعني سعيد إن النادي الأهلي بيكمل مشواره
علشان النادي الاهلي يستنزف بدنيا، يعني قالها من باب المداعبه، قال ان يستنزف بدنيا قبل هذه المواجهه. لكن النادي الاهلي عنده قائمه تقدر اي 11 لاعب يكون موجودين على قدر طموح المباراه. لاعب امير كمال كان تكلم على مواجهه النادي الاهلي وقال كنت اتمنى انها تكون يعني بوجود الجمهور، احنا بنحب جمهور النادي الاهلي وكان نفسنا المباراه تبقى مع جمهور النادي الاهلي او في وجود جماهير النادي الاهلي، ولكن ظروف جائحه الكورونا حالت دون هذا الامر. عايز اقربك اكتر من الصوره يا كابتن هاني وسام، ان فريق المريخ السوداني في اخر اربع لقاءات لعبهم في الدوري السوداني كان حقق الفوز في مباراه واحده وتعادل في ثلاث لقاءات، عمل انتدابات، هو يعني هو بيتصدر الدوري السوداني برصيد 19 نقطة، كان لعب 9 لقاءات، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 لقاءات، له 12 هدف وعليه 3 أهداف، عمل انتدابات في يناير، ضم لاعب وسط مدافع من منتخب أوغندا ومهاجم من جامايكا، اتكلم عليها المدير الفني وقالوا هيكونوا إضافات قوية، لكن أنا شايف إن لسه عامل الانسجام ليهم مع الفريق هيتأخر شوية. هو خلينا نتكلم برضو يا فاروق، طبعا النادي الاهلي بيحترم كل الفرق، وزي ما قال موسيماني النادي الاهلي دايما بيمشي مرحله مرحله، اكيد المرحله اللي فاتت مرحله ناجحه جدا ومميزه جدا قفلنا عليها وبنبدا مرحله جديده، زي ما كمان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان احنا بنبدا مرحله جديده مركزين بشكل كبير جدا على مباراه بكره. اكيد في دوافع كبيره للنادي المريخ، وانت زي ما انت قلت مدرب بقاله 10 ايام بس، ده كمان على جزء بتتكلم على التجانس، لكن بيكون دوافع للعيبه انه مدرب جديد كل واحد عايز يثبت وجوده، في صفقات جديده. فخلينا نتكلم ان شاء الله المباراه صعبه، لكن مش صعبه على ابطال النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله في تركيزه الكامل، في ان شاء الله ارادته واصراره ان شاء الله على بدايه مشوار قوي جدا في مشوار العشرة، اعتقد ان شاء الله النجاح هو والفوز ان شاء الله اللي يكون للنادي الاهلي. طبعا فاروق بنشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا وشرفتنا ومعلومات جيده جدا. طبعا مراسلنا النشيط جدا فاروق صلاح دايما فاروق. يعني من الناس المميزه جدا وتميمة حظ، خد بالك جدا ولما بالزبط. بيبقى موجود وبيظهر على شاشه نادي الاصح لما بيظهر على شاشه نادي الاهلي، لا بجد يعني جرت التسعه على حسك يا رؤى، فانا بشكرك جدا.